خالتي، انتي متأكدة انك منيحة؟ هاي الفترة عم تقربي زيادة عن اللزوم من بعض الناس بهذا البيت جوليدا. يعني أنا عملت شي غلط برأيك؟ خالتي، أنتي أعصابك كتير تعبانة هي الفترة، إذا في شي مضايقك لا تفشي خلقك فيني لو سمحتي. أنتي في شي بدك تقولي لي إياه؟ يا ربي أنتي عن جد غريبة، شو بده يكون فيه؟ برأيي أنتي تعبانة ولازم ترتاحي خالتي، لا تشغلي بالك، ما في شي. ماشي، رح قلك إياها بطريقة تانية. أنتي عم بتخبي علي شي جوليدا؟ شو بدي خبي عليكي؟ يلا قومي شوفي إذا حدا لازمه شي مساعدة جوا، ساعديهم. أخي فرهاد، كان فيك تقلي قومي بدي أحكي مع مرتي كلمتين على انفراد. هي روحي لك، بدي أحكي مع مرتي كلمتين على انفراد. شوفي، ما في شي خالتي، مع الوقت أكيد رح أتعود على كلام أخي فرهاد. شو عم بيصير فرهاد؟ ما في شي، روحي بدل تيابك، بدنا نروح. لوين؟ لعند يجيت. شلون يعني لعند يجيت؟ إذا ما بنعرف وينهم كيف بدنا نروح؟ إذا بتتصلي فيهم بنعرف. يا ربي دخيلك فرهاد، ما بتتذكر شو قالوا لنا وقتها؟ تركونا بحالنا وما بقى تقربوا علينا. يجيت ما قال هيك شي أبدا، سونا قالت، أنا حكيت مع أخي بالموضوع، ما في مشكلة بيننا. بس في مشكلة. ما بدي أعيد كلامي أصلي. يلا، أكيد الجنين رح يكون ولد. وكيف عرفت إنه ولد بالله؟ لأنك صايرة حلوة. بالله شو؟ هيك بيقولوا الناس. شو بيقولوا؟ بيقولوا الولد بيعطي حلال أمه، أما البنت بتاخد حلاها من أمه. خد بقى. طبعاً أنت بالأساس حلوة. يا ريت تضلك هيك دائماً فرحة. ماشي، امشي هلأ، استعجلي. وينك أنت يا عابدين، وينك؟ عابدين قلقانة عليك، وينك أنت؟ أنت قلت له شيء؟ قلت له أنه أنا اللي ساعدته لجنون؟ قلت له أنه ما في حدا، حليت للقصة، لا تخافي. اتصلي فيه قلي له انه ما صدقت الشيء اللي حكاه، خليه يجي يخبرني الحقيقة وشو صار بالضبط. لا يا ربي، لا يا ربي، لا لا، طلع من البيت يا ربي. كيف هلا بدنا نعيش بدونك؟ شو عملت انت يا عبدين؟ شو عملت؟ نحن جايين سونا، ماشي؟ لا 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 تاكلي هم، ما رح يعصب فرهاد، رح يحكي معي يجيت. شوفك حبيبتي. عنادك هاد بينفع أحيانا. أحيانا؟ أنا عنيدة من زمان وأنت بتعرف هالشي مو فرهاد؟ لو ما كنت عنيدة كيف كنت رح أعالج مريضي لكان؟ هيك لكان؟ إيه. يا ترى يجيت لوين بده يوصل؟ ما بعرف، أساساً هذا الموضوع الوحيد اللي موجه لي راسي. شو ما كان الموضوع لا تضغط عليه، ماشي؟ خليك رايق. رح أضغط عليه، وإذا اضطر الأمر رح شده من إدنه، بيضل أخي. أنا كل شي عم أعمله مشان اللي بحبه، ما عندي شي تاني أعمله بالحياة. أنت فكري بجوليدا، ما رح تقلقي عليها وتلحقيها إذا صار لشي لا سمح الله؟ الحق؟ يعني فيكي تحسبيها هيك؟ معقول يكون فصلني؟
إيوة؟ لك هذا عن جد فصلني. هاي فيلدان ليش ما رديت؟ ما بدي أحكي مع بنوب. ليش؟ مع أنك لحقت على الأوتيل وخفت كتير عليها. يعني لازم تفهمي أنا بخاف على الكل لأنه مثل أخواتي لهالسبب. يعني لو صار شي لجوليدا ما رح تخافي عليها أو تلحقيها؟ ما في موضوع تاني نحكي فيه؟ رجعت تتصل، بلكي في شي مهم رد. أصلي قلت لك ما بدي رد عليها، تركي التليفون من إيدك شبه. ألو، مرحبا فيلدان، كيفك؟ فرهاد عم بيسوق ما قدر يرد عليكي، لا تواخذي. قلي لي حبيبتي. مرحبا أصلي، اتصلتي من شوي؟ خير إن شاء الله، ما في شي مهم. لا ما في شي مهم. تعرفي القعدة برا البيت بتخلي الواحد يمل. شو بدك قلي لي؟ بتحبي نجي ناخدك؟ لا أنا أساساً كنت طالعة من الأوتيل. يلا بشوفكن. طيب حبيبتي مثل ما بدك، وإذا صار شي معك لا سمح الله واحتجتي أي مساعدة اتصلي فينا، منجي لعندك فوراً. بوصيلي أوزقي بدالي. ماشي ماشي. أصلي ليش رديتي على التليفون؟ وانت ليش انزعجت؟ ما عم بفهمك. انا وليش لحتى انزعج؟ اصلي ما بدي احكي معها مو اكتر مني. منيح. اكيد في شي بيتعلق بهذا الموضوع، صارت باردة تجاهي فجأة وعم تحاسبني. لشوف شو مشكلتك يا مدام اصلي. الله يلعن هالحظ، هذا السبب لك؟ من فترة عم حسك عم تتقربي كتير من الناس بهاي العيلة جوليدان. لشوف مين يلي وصل لك الصور يا أصلي خانو. شفتي إيدال شي؟ خير؟ ليش عم تسألي؟ شو دخلك؟ وين إيدال؟ جاوبيني. كانت هون من شوي وطلعت.